السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. احنا بنعمل حاجات بقى من سلسلة المدارس، الحاجات اللي ممكن ان طفلك ياخدها معاه في المدرسة بدل ما يشتري الحاجات بألوان صناعية وكده. دي حاجات معمولة في البيت ومعمولة بإيدك، وكمان توفير، يعني الكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها معمولة بكوبايتين دقيق وبيضتين اتنين بس. وممكن كمان ان احنا نعملها ببيضة واحدة، وهقول لك هتعمليها ازاي داخل الفيديو. بصوا ما شاء الله عليه، هش هش، عامل زي الجاتو بالظبط. وعملنا كمية كبيرة قوي من كوبايتين الدقيق. انت طبعا اهو يا حبايبي، بصوا من جوه عامل ازاي، هش وجميل وعامل زي الجاتو بالظبط، وهيعجب ولادك قوي طبعا، وانضف من الحاجات اللي بره. يا رب يعجبكم. ويلا يا حبايب اي بلي، ندخل على المقادير. المقادير هنبتدي بالمقادير، اهي بسيطة مفيهاش اي حاجة خالص. معانا كوبايتين دقيق منخولين، طبعا اهم حاجة يتنخلوا مرتين، مرة نخلاهم اهو، مرة هننخلهم مع بعض تاني. ومعايا كوباية سكر، ومعايا كوباية لبن. اللبن ده عليه قشطة، يعني عشان الشكل دوت ده قشطة. ومعايا نص كوباية زيت، ومعايا بيضتين، معايا بكونيين فانيليا، معايا واحد بيكنج باودر، ومعايا رشة ملح حطيتها على الدقيق، وطبعا قوالب الكب كيك السيليكون، او لو عندك اللي هم دول هتحطي الورق دوت عشان ما تلزقش منك. دي او ديت بتمشي ان شاء الله معانا. دي كب كيك للمدارس. المقادير زي ما احنا شايفين مقادير بسيطة خالص، وطبعا هتديهوله وهو ماشي في المدرسة، بيبقى تنفع للمدرسة، بتحطيله 2 أو 3 معاه، بيبقوا حلوين قوي للمدارس. معانا كوبايتين من الدقيق، الكوباية اللي هتعايري بيها هي المقاس اللي هتمشي بيه كل المقادير في الكيكة بالذات، في أي كيكة. معايا كوبايتين دقيق عليهم رشة ملح ونخلاهم، وهننخلهم مرة تانية مع بعض. ومعايا كوباية سكر، ومعايا كوباية لبن، معايا نص المعيار هو هو نص الكوباية دي زيت، ومعايا بيضتين، معايا 2 باكو فانيليا، ومعايا 1 بيكنج باودر. دي المقادير، وطبعا قوالب السيليكون. هناخد كل الحاجات ديت هنضربها في الخلاط مع بعض. هحط السكر الأول مع الزيت، وهضربهم. اول ما السكر يدوب هنزل بالبيض، هنحط حاجة واحدة مع بعض، هضربهم وارجع لكم تاني. ضربت السكر مع الزيت كده، هنزل بقى بالبيضتين اهو. الفانيليا هنحطهم مع بعض، احط الفانيليا الاول وبعدين احط البيضه الثانيه. واحط معلقه خل، الخل ده بيخليها هشه كده وجميله. هضربهم بقى مع بعض ونرجع تاني. هنزل باللبن بقى كده كله واضربه برضو مع بعض. الدقيق بقى هحط عليه البيكنج باودر اهوت، ونقلبه مع بعض. هنقلبه كويس كده.
هفضي الضيق بس عشان انزل بالخليط الاول، هفضي بقى الخليط اهو اللي احنا ضربناه مع بعض. هنبتدي بقى ننخل الدقيق تاني للمرة التانية، كل ما تنخلي كل ما يطلع هشة معاكي وجميلة. هاخد معلقتين تلاتة كده واروح ايه، نروح بالمضرب اليدوي ونقعد من بالراحة كده، تفضلي تضربي كده لغاية ما الدقيق يختفي معاكي اهو. بيبقى جميل قوي، بدل العيال ما تشتري من بره، انت ما تعمليه في البيت بيبقى انضف كمان، وبيرمي معاكي، بيعمل كميات حلوة. يعني كوبايتين الدقيق دول هتشوفوا هيطلع كام واحدة، حبة حبة كده، ما تنزليش بالدقيق مرة واحدة. ونقلب، بس المهم تقلبي في اتجاه واحد، ما ينفعش تعملي العكس كده، نفس الاتجاه اللي انت قلبتي بيه. هعمل انا بقى باقي الدقيق وارجع لكم تاني. هيبقى معاكي بالسمك ده اهو، هناخد بقى بالمعلقة كده، بيبقى معاكي معلقتين كده، وتعبي الكب كيك. نصها بس كده عشان لسه هنحط طبعا المربى. معاكي بقى مربى اي نوع ولادك بيحبوه، معاكي مربى التين، فراولة، اي نوع اللي انت بتحبيه. هكمل بقى انا الكمية وهرجع لكم تاني كده. معايا بقى المربى، وممكن تحط لهم قطع شوكولاتة، تجيب الشوكولاتة الخام دي وتكسريها وتحطي فيها قطع كده، او القطع اللي هي الشوكولاتة القطع الصغيرة دي وتحطيها، يعني اي حاجة هتمشي معاها. ولو عايزة شوكولاتة على فانيليا هتاخدي شوية خليط من دوت وهتخلطيهم بحبة كاكاو وتعمليها نص كاكاو ونص فانيليا. احنا النهاردة عملناها نص فانيليا بس كده، حطينا اهو كله مربى فراولة ومربى المشمش. هبتدي برضو، لازم يبقى معاكي معلقتين كده عشان ما تدهوليش القالب اللي انت بتعملي فيه، وحاولي ما تمليش الـ القالب عشان لسه هتنفش تاني في الفرن اهو. هو شايف المقدار يا رب يكون باين، ما بملاش الورقة قوي اهو كده كويس. هكمل بقى انا الكمية، وطبعا قبل ما ابتدي مسخنة الفرن على 180 درجة عشان لازم تبقى سخنة على الاخر، وهدخلها بقى واما تطلع ان شاء الله ابقى اوريها لكم. وهو يا حبايبي اول ما طلع من الفرن اهو زي ما انتوا شايفينه، هش وجميل زي ما احنا شايفينه كده، عامل زي القطن. الطريقة سهلة وبسيطة، اهم حاجة تسخني الفرن قبليها وتخليها على 180 درجة. هتحطيها على الشبكة، هتحطيها على الشبكة على الرف اللي في النص على 180 درجة. خد بالظبط تلت ساعة واقل كمان، دي القوالب بتاعتي بتاخد اقل من تلت ساعة. انت طبعا على حسب الفرن بتاعك هتشوفيه هياخد معاكي قد ايه،
وطلع بالشكل دوت. بص الكمية اللي طلع، بسم الله ما شاء الله، كمية حلوة يعني. ممكن هياخدوا قولي يومين، هتطلعي من القوالب ديت، هتحفظيه في علبة بلاستيك وتكون لها غطا وتغطيها، وكل يوم بقى تديله قطعتين، تديله 3، بيبقى احسن له ما يشتري اي حاجة من بره. وديكوا شايفينه مقاديره بسيطة خالص، ما خدتش معانا اي مقادير خالص، مقادير موجودة في البيت ببيضتين، وممكن تعمليها بيضة واحدة كمان. بس بدل البيضة التانية هتحطي 2 معلقة لبن زيادة. المهم توصلي للسمك اللي وريتهولك. مقاديره بسيطة خالص، ويا رب يعجبكم وتكون الطريقة سهلة عليكم، موفر زي ما انتوا شايفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.